يحسب الكره لحمد رويد. حسين الراكد تتعدى الكره رساله حتى رجع حسين الحرباوي. حسين الحرباوي يعمل مراوغه في مناطق الملعب التونسي، اختير العمليه وهدف. الهدف الاول لصالح الترجي، فوسي لكوليبالي، هدف اول في الدقيقه 62 من المباراه. الاولى كانت راسيه من كوليبالي خارج المرمى، والثانيه في شباك الحارس قيس العندون. هدف مقابل شيء لصالح الترجي في توقيت 62 دقيقه. فوسي لكوليبالي يغالط الحارس قيس العمدوني ويسجل الهدف الاول لصالح الترجي. هاو امامكم صاحب الهدف فوسي لكوليبالي، تمهيد ممتاز من حسان الحرباوي. شوفوا كيفاش دخل في مناطق الخلفيه الملعب التونسي في القائم الاول بذكاء كبير، يخرج الكره لفوسي لكوليبالي بكل ذكاء، يغالط الحارس قيس العمدوني ويعطي الاسبقيه لصالح الترجي. هدف مقابل شيء في الدقيقه 62، اعاده من زاويه اخرى. مشكورين زملائنا الفنيين التقنيين اللي يامنوا هذا النقل المباشر، زميلنا المخرج زميلنا